للمريض في البيت. في بيته وبيبقى بيتابع معاه بشكل منتظم مثلا ولا بيبقى بشكل بالزبط. بيبقى في تايم معين مثلا احنا بنتابع المريض فيها ولا ايه؟ يعني احنا الحقيقه بنروح اول زياره للمريض بناء على التحويل اللي جانا او تقرير اللي جانا من الطبيب او المستشفى. واول زياره دي دايما بتبقى تعارف وتقييم احتياجات. تقييم احتياجات دي يعني احنا بناخد كده البيت بالمريض باسرته في سيكولوجيه البيت كله بالزبط. عشان تبقى فاهم بالزبط. اروح لدكتوره تنديار قولي لي المؤسسه هل بتقتصر على استقبال مرض معين ولا كل انواع الامراض؟ كل انواع الامراض بنستقبلها طالما المستشفى حولت الحاله وكتبت على الحاله ان هو مريض في ايامه الاخيره. ونس ان انا جات لي الحاله احنا بنروح للحاله وبنعمل زي ما الدكتور قال ان احنا بنعمل رابيد اسسمنت او دراسه سريعه للحاله وناخد احتياجات الحاله. بيبقى فيها احتياجات تمريضيه، احتياجات طبيه، احتياجات نفسيه، احتياجات اجتماعيه. بنرجع بسرعه المكتب وبنحط خطه سريعه علشان نلبي الاحتياجات للمريض. اول احتياج لازم نلبيه هو لو كان في احتياج تمريضي اللي بنقول عليه انا ما بقدرش استنى على احتياج المريض للتمريض. معانا في التمريض ممرضات على اعلى مستوى مدربات اللي هو بيروحوا يقدموا خدمات تمريضيه في شكل ان يركبوا كانيولا، يغيروا على قروح جروح. بالعكس ده حاجه اقوى بقى ان هو يخلي باله من التيوب اللي بتبقى متركبه. كل ده بيبقى تماما بالمجان للمريض جوه بيته. اوكي. وساعات بيخلي بالهم من البورتكاس او الانبوبه اللي بتبقى متركبه في الوريد اللي هنا. ده الدعم التمريضي اللي بيبقى اول ما برجع المكتب ببعت التمريض على طول. نمره اتنين اللي هو الدعم الطبي. مفروض ان هو الدور العلاجي الدوائي انتهى، لكن بيبقى في اعراض جانبيه مصاحبه للمرض الاساسي، فبالتالي احنا بنجيب من خلال شبكه التعارف مع اطباء الاطباء اللي يعالجوا الاكسترا سيمتومز او الاعراض الجانبيه للمرض. مش بس كده، لكن كمان بنوفر لهم الاجهزه، بمعنى لو كرسي عجل، لو سرير بيتحرك سرير طبي او عكاكيز او اي حاجه احتياجات طبيه او اسطوانه اكسجين او اكسجين كونسنتريشن جهاز، اي احتياج طبي نقدر ان احنا نوفره له في بيته احنا بناخده. الحاجه اللي بعد كده بقى الدعم النفسي. وكانها مستشفى. وكانها مستشفى طبعا. بعد كده الدعم النفسي. الزيارة الأولانية بتدينا زي نظرة على الوضع النفسي للمريض وأهل بيته. أولا هو عارف هل ممرض ولا لا، عارف أنه في أيامه الأخيرة ولا لا، حاسس بإيه. بعدين الأسرة حجم المعلومات اللي عندها، عايزة تعرف أكتر، عايزة تعرف المريض بتاعها أكتر، الحالة النفسية اللي هم فيها.